انا متجوزه من 4 سنين، لا ده راجل سوري، انا متجوز من 4 سنين وعندي اخت في ثالثه اعدادي، وهي اختي الوحيده، كانت عايشه مع امي وامي توفت، فانا رحت انا ومراتي عشنا معاها. حلوة. لانها ما ينفعش تقعد لوحدها، وكمان قلنا هنوفر الايجار انا ومراتي اللي كنا بندفعه. المهم مراتي بقى بتعمل ايه؟ بتاخد معاش اختي، يعني اختي ليها معاش طبعا من مامتها وبابا. مراتي بتاخد المعاش بتاع اختي، وهي المسؤوله تماما عن المعاش ده، يعني هي اللي بتدفع مدارسها والدروس والباقي، ركزوا معايا في التفاصيل، بتحطه في البيت، في مصروف البيت. اوكي جميل. دلوقتي انا اختي عايزه تكمل تعليمها ومصممه وعندها هدف، بس مراتي مش موافقه عشان المصاريف، وقالت لي لو اختك صممت تكمل تعليم انا مش هقعد في البيت. واختي فعلا مصممه. انا مش عارف اعمل ايه، مراتي شايفه ان ده هيأثر على حياتنا، وانا مش عايز اخرب بيتي ولا عايز ازعل اختي، اعمل ايه؟ نفس عميق، عشان انا لو طلعت كل حاجه مره واحده يبقى في مدفع رشاش. لا الحقيقه ان الواحد بيكتشف حاجات في كل مشكله وليها حل، دي عجيبه، مش عارف انها موجوده اصلا انها تحصل. لا بصي يا حبيبي، من الاول كده هقول لك، اولا طبعا انا بشكرك ان انت بتثق فينا وفي راينا وبعت لنا ده، يعني حاجه تشرفنا وعلى راسنا من فوق. اسمع بقى الكلمتين، انت المسؤول عن اختك من ساعة ما والدتك ماتت لغاية ما تدخلها بيت جوزها، ولو ما كانش فيه معاش كان المفروض انت اللي تصرف عليها تعليم ودروس وأكل وشرب ولبس وجامعة وجواز وجهاز. كون ان اختك ليها معاش، وكون ان حضرتك عايش في بيت والدتك ده موفر، وفرت ايجار، ده موفر، بتاخد معاش اختك وبتصرف من بقيه على البيت ومصروف البيت، بدل ما تاخده هي البنت في جيبها تدلع بيه نفسها ولا تشتري بيه نفسها حاجه ولا تحطه في دفتر تدفعه عشان تتجوز. كل ده ما اتكلمتش وما اتكلمتش البنت، وساكته وعايشه ما بتاخدش مليم في ايدها عشان خاطر المدام هي اللي مكوشه على المصروف، لانها ماسكه ميزانيه البيت، شيء يحترم ومرسيه قوي، لكن لغايه هنا وفول ستوب بقى قوي وكفايه قوي، لان اختك من حقها تتعلم طبعًا. انت ليه محسسنا ان هي يعني طلبه طلب غريب ان هي تاخد ثانويه عامه؟ وفي ايه واحنا في العصر الحجري ده؟ انت المفروض تدي تاخد ثانويه عامه وتدخلها جامعه وتعلمها لغايه اخر يوم، لغايه اما تشتغل وتجوز. سند تعليمها ده سند. بتسال اذا ده من حقها ولا لا؟ انت وفرت هو بقى عايز يعمل كام الف، انت وفرت كام الف جنيه ايجار شقه لما ساعه ما رحت عشت عند اختك؟ وفرت قد ايه فلوس لما صرفت على البيت من معاش اختك؟ انت موفر قد ايه لغايه دلوقتي؟ احسبهم كده، هتلاقي انك حتى لو دفعت لها الثانويه والجامعه هتبقى بتديها يا دوبك حقها اللي انت واخده بقالك سنين. لو سمحت عيب كده. لا وعايزه، هو بيقول لك اعمل ايه؟ لان مراته فهمي، هو عايز يسال مراته عايزه تسيب البيت. انا رايي انها تسيب البيت، عايز الحق. انت تقلق يعني لما يحصل ده من شريكه الحياه واختك، اخت رسام، فانت لازم تحسب حساباتك من اول وجديد يا حبيبي. يعني بص يعني بين بقى هنا الاصل فين، والمعاش تصرف بيه على الدروس والمذاكره والتعليم، والفلوس اللي انت بتوفرها في ايجار الشقه تنبه مراتك كده، تقول لها احنا موفرين كذا كذا كذا، هندخلها الجامعه، وبعدين هي هتكون عايزه يعني الكلام جامعة. الكلام اللي بتقوله ده قولوا لها، لا والله لو زعلت يا حبيب قلبي فهي برضو، وعايزه تغضب شويه عند اهلها، تغضب ثانويه عامه ولا جامعه؟ في ثالثه اعدادي. اقول لك ايه الخطه؟ ايه بقى؟ اسمعي، عايز كمل ثانويه عامه. اسمعي مني بقى، هي عايزه الخطه كالتالي. ايه بقى؟ البنت دي ما تكملش تعليمها وما تاخدش ثانويه عامه، وتقعد في البيت لا حول لها ولا قوه، فتخدم في البيت وتبقى على قد ايديها، وبالتالي مين هيجي يتجوزها؟ حليني على ما تتجوز، فبالتالي ما تجهزهاش، ويبقوا بقى ايه يعني كتر الف خيرها انها هتجوزها، ها فيبقى كله هتجوزها اي جوازه كده لان ما عندهاش، فكله يبقى تحت ايه؟ تحت ايه؟ بطه كده، ولفه الحكايه، وهي البنت موجوده وبتساعد في شغل البيت، ولا جهاز ولا وجع قلب، لسه عايزه تتعلم يعني عايزه تتجهز، يعني هتتجوز جوازه حلوه، يعني هتقابل حد ابن حلال ومتعلم زيها؟ لا 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 لا، ده ربنا يحاسبه على فكره يعني. وبعدين خلي بالك، ما هي لو اتجوزت المعاش هيوقف، فتتجوز ليه؟ هي تبقى على قد ايدينا كده بالاعداديه، وتقعد في البيت وتنزل تعمل لنا مشاوير، لان خلي بالك فعلا لو اتجوزت المعاش يقف، ولو اتجوزت المعاش هيقف. ليه؟ ما المعاش موجود نص يعني، هي حتى هتقف لها في اي جوازه تجيلها؟ صدقني فلازم يقف موقف يعني، لازم يعمل موقف من دلوقتي حسم ان مصلحه اخته هي بفلوسها، دي فلوسها على فكره.